اخبار اليوم. سي انتوا منورين ومنورين سلع عشيش ومنوره بناس اهو لو احنا. الحمد لله. هو اهم حاجه هي دعم السياحه، وانا جاي هنا قبل اي حاجه عشان دعم السياحه. اي حاجه ممكن اعملها لمصر عشان تقوم شويه، وانا اصلا ضمن يعني اكتر حاجه عجباني ان انتوا يعني ان برنامج اختار بلد مش عليها هايلايتس او مش معروفه قوي يمكن عالميا زي شرم الشيخ وزي غردقه وزي كده سهل حشيش، احنا عارفينها في مصر وفي ناس كتير قوي بره ما يعرفوهاش. فانك تجيب برنامج عالمي زي ده، مهم زي ده، وتجيبه في منطقه زي دي يمكن مش ناس كتير بره يعرفوا يعني ايه سهل حشيش اصلا، فده بالنسبه لي حلو. فطبعا انا احب اكون يعني اشارك في حاجه زي دي، وان فاهم يعني اي حاجه ينفع تقوم البلد او تنشط السياحه داخليا او خارجيا. وانا خارجيا بالنسبه لي اهم بصراحه. في اخبار الحمد لله، في اغنيتين بجهزهم، في اغنيه مع ابويا مع الفنان مجدي الحسيني نازله قريب، وفي اغنيه انا واوكا اورتيجا وشحتة كاريكا للصيف، دي بنحضرها اليومين دول، هنصورها ان شاء الله برضو قريب. يعني عندي اول ما ارجع عندي اغنيتين هصورهم، وهننزل واحده ورا الثانيه. انا خلاص يعني هبتدي انزل، كنت هنزل استنى الالبوم، لقيت نفسي عمال باخد وقت كتير قوي في الالبوم بتاعي وما بخلص، فقلت هنزل بقى بسنجلات ورا بعض. لا انا مش هعمل البوم حتى، انا هنزل سنجل 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 ورا بعض، يمكن 3 4 اغاني ورا بعض السنه دي. يعني الناس هتزهق مني ان شاء الله، من ما فيش خالص لكن ان شاء الله يبقى في حاجات كتير. عندي فيلم مع محمد حفظي وايد صبري، المنتج يعني وايد صبري وحفظي، اسمه سحله التنين، ده اخراجي وكلام كتابتي انا كاتبه يعني، مع عزة امين سيناريست برضو، وبنحضر فيه اليومين دول ان شاء الله. والمفاجاه انه هيصور في مرسى علم برضو، يعني هنصور برضو في حته سياحيه يعني في مصر. هي الاغنيه اسمها ازاي ابقى حر، هي اغنيه قديمه انا كنت نزلتها ايام الثوره، يمكن هي اول اغنيه نزلت في الثوره اصلا، كنت مسجلها قبل الثوره اصلا خالص، كنت مسجلها ايام الكنيسه بتاعت ضرب الكنيسه قبل الثوره 25 يناير اصلا، وعدت توزيعها بشكل جديد وزودت شويه يعني البيانو بتاع والدي، وعملنا كده. هي بتتكلم عن مصر يعني، هي هو كان ما تيجي جال الاستوديو قعدنا نلعب، فلعب شويه بيانو، فقمنا خدنا بيانو وعملنا فكره حلوه يعني كده. مبسوط جدا بيك حبيبي، ميرسي ميرسي، شكرا.